هلو اند ويلكم لي سوبر سيم. بدأنا مرحلة جديدة من حياة أميرة، بدأت كارير جديدة، وظيفة جديدة، شغل جديد، بدأت وظيفة الجاردنر أو المزارع. طبعا هي أصلا كده كده بتزرع يعني. كمان لقيت في الهاوسهولد انفنتوري التلات حاجات دول، مش عارفة جم منين، قد يكون من الوظيفة من الشغل، لأن احنا نطينا تلاتة ليفلز فوق على طول. سو ميبي يعني دي الحاجة الوحيدة اللي خطرة في بالي، ميبي فلور هتروح تحكي مع أبوها الجوست. You think دي فكرة كويسة ولا لا؟ أوي اثبت مكانك. Oh my god مطنشني تماما وقاعد يطير. Ask about getting a horse. Yo dad رأيك إني أجيب حصان خاص بيا؟ بما إنه حتى روز الصغيرة هي كمان عندها حصان صغير زيها، so maybe أنا كمان لازم يكون عندي حصان. This is so creepy but whatever seems for things. الأخت دي للأسف مش هيبدأ شغلها الجديد إلا بعد يومين، والمطلوب الحاجة الوحيدة المطلوبة إن هي تعمل research gardening. Oh no ما فيش leftovers. الباتلر كانت بتطبخ لنا كل شوية، دلوقتي ما فيش شي باتلر، سو هنضطر إحنا اللي نطبخ. Oh no sad. وكمان النهاردة في winter fest، so yeah النهاردة maybe هيبقى يوم ممل شويتين. Oh my god واحدة من الجوتس بتفكر تمشي. Oh no is it this one؟ yeah لأنها dirty و unhappy وجعانة، مع انه في اكل هنا، النباتات في كل مكان، حتى ده لسه متعبي وده متعبي، بس مش عارف ليه بيتدلع علينا. لماذا لماذا لماذا؟ والرينج هاند ايه قصته؟ احسن يكون خرب هو كمان. نعم مدام مطلع لي هنا خيار dismiss رينج هاند، معناته الرينج هاند لساته موجود عندنا خدمة الرينج هاند يعني. So maybe هنخلي مستر ديمون هو اللي يجي يعتني بالحيوانات الصغيرة على ما الرينج هاند تتكرم تحن علينا وتيجي. في هذه الأثناء ميبي نعمل ترين مع زاج. تعال خد لك طبق من سلطة الفواكه الفظيعة اللي عملتها أميرة مخصوص عشانكو، ومفيش حد منكو بيعجبه أي حاجة، والأخت واخدة ناب مش مكلفة نفسها حتى تنام عدل على السرير. You know what بما أنه النهاردة أجازة وبتاع، شو عملوا اللي انتو عاوزين ومش مشكلة. أصلا عمال يطلع لي نوتيفيكيشن ورا التاني، كل الحيوانات الصغيرين كلهم عاوزين يمشوا دلوقتي واحد ورا التاني. وبسي وبسي عن جد، ربنا يستر ومحلش منهم يمشي يعني. بيكفي انه القطة ليلي هربت وسبتنا، سو هنخلي ديمون يجي سريعا سريعا يعمل كلين بيد ويعتني بالدنيا. او هيهم راحوا ياكلوا، let's make sure انهم نضاف dirty متوسخة. او ممكن نعمل clean all dirty mini goats. مش فاكرة صراحة اكتشفت الخيار ده موجود قبل كده وحسيت انه هو واو قبل كده ولا لا، but حاسة انه هو واو عشان ما نقعدش نمشي عليهم واحد واحد، لانه عن جد كتير مزعج الموضوع، خصوصا لما يكونوا كتار زي كده، لاني حد عبقري وجبت مليون مليون حيوان صغير بالبداية. مش قررت اني مثلا اوكي خليني اجرب واحد ولا اثنين، لا اجيب عشرة من اولها. Yeah so good thing انه ما حطين خيار انه ننظفهم كلهم مرة واحدة ونخلص مع شيء. اضغط على واحد واحد. Oh I have range hand. كويس انها جات. Oh my god. Oh my god كمان زاق وصلت لأجيليتي ليفل 5. So السيمز ممكن يعملوا compliment speed، يشكروا في سرعتها ويقولوا واو الحصان ده سريع. تعمل race barrels and horse barrels. What ممكن نعمل race barrel دلوقتي، ممكن نعمل سباق. أصلي في كيد هنا وليه بشرته بيضاء كالثلج literally what is happening here. مكتوب هنا في المعلومات انه ده هيخليها تتعب اسرع، بس هيخلي السكيل تزيد اسرع برضو. So you know ايجابية وسلبية في نفس الوقت. بيجروا هما بيتدرب، مش بيقعدوا يتمشوا كده وخلاص. نايس 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 نايس. ميبي نبطل شويتين قبل ما تتعب تو ماتش، وخلينا نروح نعمل انتر كومبيتيشن ونختار مس زاج. ميبي ندخل قصة الاجيليتي بما انه لسه متدربين فيها دلوقتي. اوه احنا اوريدي داخلين الاكسبرت واخدين فيها مركز. اوكي ضايلنا بس الاندورنس، ونبقى خلصنا الاكسبرت من كل الانواع. اوه ذاتس نايس. بس الاندورنس بتاعها منخفض قوي، 4 والمطلوب 7. لو دخلنا الماستر في بتاع البراميل، ولا الحاجات هنا مش ظريفة أبدا. So maybe ندخل الإكسبرت في الإندورنس، وأهم حاجة أني
حاطة الأسبريشن بتاع الحصنة. ليلي رجعت، أوه قذرة على الآخر ولونها بني فلاور، أوه ماي جاد شوفوا الانرجي بتاعها، لأنها الهبلة ما نمتش عدل زي الناس، راحت عملت ناب زي العبيطة. كنت أقول لها جود إنك لسه صحية عشان تعتني بالبيبي، لستها رجعة والكلام ده كله. أوه ماي جاد ما دخلتش كومبيتيشن ليه؟ I can't holy freak، ما فيش حد بيسمع الكلام في البيت ده، مش حد بيسمع الكلام ever. What is this؟ مين اللي عمل ده؟ That's cute. مي هو go to؟ Oh my god. Again محاولة رقم 2، hopefully تنجح المرة دي. وعندها هنا زي fear or something. Oh fear of being cheated on، عندها خوف انه يخونها. وبسي وبسي. يا فاكرين المرة الفاتت لما شلت قصة private dwelling من lot rates، فصار دلوقتي الناس يدخلوا عشان كده الأخت دي دخل الأرض وقعدة تتمشى. عن انه أركع البتاع ده ولا لا، maybe نجرب شويتين نعيش عشان نحس بالحياة شويتين، وناس داخلين طالعين وحاجات وبتاع، وبعدين لو قرفوني الناس too much هرجع أحط البتاع تاني. انت ليه ما عملتش harvest all؟ oh my god ما بيسمعوش الكلام، I swear بقول لهم يعملوا الحاجة وبعدين أرجع أقول لهم تاني وأرجع أقول لهم تاني وهكذا وهكذا. That's crazy. ما يقدرش يعمل weeding، does not need weeding، الشجرة ديت مش محتاجة weeding، مع اني شايفة الويدز نبت عليها بي تاكل. That's good. والدبان، oh my god الدبان فايح في كل مكان. بتسأل دايمن، I love ان هي بتسأل النصائح دلوقتي من دايمن مش أميرة ولا أبوها ولا حاجة. بتشتكيله انه محدش من الأطفال في السكول or something عاوز يلعب معاها، تقعد لوحدها ولا تتصرف ازاي بالضبط. ممكن يقول لها انه تطلب من الأطفال التانيين انه تلعب معها، يعني هي اللي تروح من نفسها وتطلب منهم انه يو عاوز ألعب معاكو دخلوني معاكو بتاع، ولا تروح تحكي مع التيتشر، روح احكي مع الأطفال. أعتقد روز حد كويس شويتين، أعقل شوية من، أو مش قصة أعقل، مش دراماتيك قوي زي فلاور. فلاور دراما كوين. speaking of دراما كوين، خلي الدراما الكوين تعتني بالدراما الكوين التانية اللي كانت هربانة من البيت وعملها حركات ومشاكل. برونز، وبس وبسي وبسي وبسي، أخذنا برونز، لا ذهب ولا فضة، أخذنا برونز. هو مش حاجة كويسة، النقطة الوحيدة فيه انه هجمع اللون الثالث من التروفيز او الدروع او whatever، لاني بحاول اجمع الالوان الثلاثة من الاشكال كلهم. so دي النقطة الوحيدة الحلوة في الموضوع. على الكيتشن كاونتر وانت فيك الدبان ده كله، what's wrong؟ ايش مالك؟ لماذا هربتي من البيت؟ she's sick؟ oh my god مريضة. I'm pretty sure انه عندنا wellness treats. yeah عندنا wellness treats. so ندي واحد للأخت فلاور. this is very cute though. هي عادة بتصرح لها شعرها، very very cute. وفي هذه الأثناء أميرة برضو حاصل very cuteness هنا. أوي كنت أحكي معاك. oh you know what، خلاص حسب لكم البيت كلكم وامشي واسبكم واروح الكهف واعتزل الحياة كلها. maybe المرة دي هنروح لبيت الشخص ده، private dwelling، ما بيحبش حد يزوره، بس احنا قابلناه قبل كده، يبقى at least عندنا access لبيت لتويلت لسمثينج. المرة اللي فاتت غلطت اني رحت لبيت مش مسكون، فما كناش قادرين لا ندخل حمام ولا نعمل اي حاجة ولا نتصرف، كانت ورطة صراحة. والعالم هناك صحراء ما فيهوش حاجات كثيرة تتعمل، ويت الكهف دايما بنسى مكانه. I think كان في مكان ما تحت الجسر ده. او هيو هيو هيو، ممكن اعمل لها اساسا جوغ هير وهي تتصرف، هي تلاقي الطريق. او ماي جاد او ماي جاد، الهبلة هتقتل نفسها، هي كمان مريضة. او ماي جاد، no wonder انك مريضة يا هبلة بسبب تصرفاتك دي. في حد يلبس بيكيني في التلج ده كله؟ also oh my god عضلات بطنها، I wish. هيتها العبيطة وقاعدة بتعطس كمان، holy frick. نشتري دواء سريعا سريعا، ممكن نستفيد من الحصان ده نركب ونوصل للمكان هناك بسرعة. مكان الكهف. I'm so sorry guy، I know انك مش بتحب ناس يزوروك، كمان أميرة كمان. كنا وصلنا لليفل 2. oh my god dinosaur. تيركس هيلث 9، أميرز هيلث 30، لازم يكون معانا ريد ميت عشان نقدر نهجم أو نعمل offense. that's funny. okay run away.
So, مش هتعرف تكمل إلا لما نلاقي red meat أو لحمة حمراء يعني. You think ممكن نعمل له purchase من هنا؟ نعم أعتقدش. لازم نروح نشتريه من Hanford & Bagley maybe. You think red meat نقدر نشتريه من مكان تاني؟ والله ما عنديش فكرة. خلينا نعمل محاولة في الجروشري ستور اللي هنا بدل ما نسافر عالم مختلف تماما عن الصحراء اللي احنا فيها. لو ما زبطش هخليها تروح Hanford & Bagley. سبحان الله خلال دقائق راحت من الصحراء للريف فجأة وبعدين ترجع تاني. سبحان الله. Shop for groceries and goods. Yes, free red meat. Perfect. أي خلاص طلعي. Oh my god, قاعدة سنة جوا قاعدة تعمل explore قاعدة تتفحص المكان وتتفرج على البضاعة. إيش مالك dazed؟ Yeah, لأنها طلعت من الكهف بدون ما تنتصر or something. إنها طلعت هربانة يعني طلعت أجري. وبسي وبسي. نروح نزور الأخ تاني. تدخل البيت وتسرق الحصان وبعدين تمشي وبعدين ترجع تاني بعد دقيقتين وهي معها لحمة حمراء لسبب أو لآخر. Oh good, الحصان واقف مستنينا هنا. والإنرجي بتاعها اختفت برضو بسبب الكهف. Not good, not good. مش عارف إذا كان فكرة كويسة إن إحنا ندخل الكهف وهي نعسانة زي كده ودايزد ولا لأ. You think ممكن تموت لو دخلت الكهف وهي دايزد؟ You think المفروض نستنى أفضل؟ Oh my god, maybe المفروض استنى أفضل نرجع البيت وبعدين نيجي في يوم تاني. Okay, change of plan just in case عشان لحسن تموت ولا حاجة. ومش عبا مش حابة إن أميرة تموت صراحة يعني. مش هتكون حاجة لطيفة إن إحنا لسه ما خلصناش سوبر سيم وبعدين السوبر سيم بتاعت بطلت البتاع كله تموت فجأة بسبب اني مش قادرة اصبر ورحت دخلتها الكهف وهي لسه هربانة منه اساسا ودايزد ودايخة ونعسانة وحالتها صعبة. سو خليني احترم نفسي شويتين وارجعها البيت تتدرب مع زاج اكتر. محتاجين نعلي يعني قصة الحصانة والتدريبات يعني بنعمل كويس في الكومبيتيشنز بات السكيلز نفسها قليلة. سو محتاجين نعلي السكيلز سواء السكيل بتاع اميرة نفسها او السكيل بتاع زاج. خدنا فليرتي اند هابي بوشنز عشان بنخلص whatever كان اسمه ميل هنا دول. Oh my god التلج بدأ يسيح واختفي من الأرض. I am so happy إن إحنا نتعدى مرحلة التلج أخيرا. كان عن جد طولت كتير. أنا عاملة كل فصل من الفصول أسبوعين. So yeah الدنيا بتطول شويتين but that's okay. بحب قوي في الجيم وقت لما التلج يبدأ يسيح عن جد بيبقى كتير كتير بحبه. Oh my god حتى على السقف. So pretty. I love it love it love it love it. Oh my god ليه مش بتركبيها وتروحي تتدربي؟ I can't كل ما اقول لهم حاجه فعليا فعليا ما حدش منهم بيسمع الكلام. لازم اقعد اعيد الامر مره ومرتين وثلاثه عشان في الاخر يعملوه. كل شويه بتنزل ليه؟ What is happening؟ مع انه زاج يعني في مود كويس. Maybe لانها dazed. Oh my god ممكن لانها dazed مع انه في حاجات مغطيه عليه دلوقتي بس ما زال البف موجود. So maybe هو اللي مخليها مش قادره تعمل الحاجات بشكل طبيعي. في هذه الاثناء خلي دايما يعلم الأخ ده شويتين. Let's do brush coat. Maybe whisper to. لأنه أعتقد كل ما نحكي معاه وننتراكت معاه كل ما Oh my god نزلت تاني. خليها تروح تنام. Yeah. أميرة مش مظبوطة النهاردة. So go sleep أميرة go. ما تقوليش أنها تهرب تاني. That would be crazy لو هربت تاني. مريضة تاني. Oh my god why. Flower تعالي ديها بتاع تاني. What are you doing empty. بيفضيها شكلها محتاجة تفضية فعلا. maybe لما توقف خليها لما توقف مكانها ونعمل لها empty. oh my god بيرضع من مامي. that is super super cute. oh بعدين على طول بعدها زاج تدينا السماد. thank you so much زاج. discovery quest again. oh my god كمية الكويست اللي عملت قلنا كل شويتين. also بتاع دي مش شغالة ليه؟ what مع انه هيو معملها auto clean on وكل 24 ساعة. oh my god قدرات في كل مكان. ليلي دلوقتي بقت كويسة. so that's good. زاج uncomfortable. إيش مالك؟ energy لو عاوزة تنام والفن بور عاوزة تنام وعاوزة تلعب. قصة اللعب كل مطلوب منهم يلعبوا بالكور بيرفضوا. so خليهم برضو هم يتصرفوا مع نفسهم مش مشكلتي. جبت لهم كومة الهدايا اللي تليق بمقامهم عشان أتليست يبقوا عملوا حاجة في البتاع ده. وخلينا نختار الإخوة كلهم. طبعا مش هنضم الرانش هاند الموضوع لأنه أنا والرانش هاند بنا مشاكل شوية ما تنظفش شوية مش عارفة تستعبط شوية ترمي زباير في الأرض. look at this look at this شوفوا شوفوا كومة شعر. oh cute أحسن حاجة رد الفعل المختلفة بتاعتهم this one.
مش هجيبها الحاصل. ايش مالها دي؟ او ماي جاد. فيوتشر كيوب، او عشان كده كان مش عاجبها الموضوع. كاندل بول، اخذ زي طبق شموع او حاجه، واكيد نلاقيه في الهاوس هولد انفنتوري. او يا ذس از كيوت. او ذس سو فان، ممكن نحطه في غرفتها في مكان ما. ذس كيوت، اي لايك ات. والاخت المسكينه دي هتقعد تلعب بالكيوب اليوزلس بتاعها وتساله سؤال، ميبي تطلب منه كرييتيف ايديا، أفكار إبداعية أو حاجات. Oh my god، البتاع قال لها your muse is nowhere to be found. Hello. Okay. Father Winter. Yeah، بيقول لها your muse is nowhere to be found، يعني ما في شيء أمل أساسا إنك تلاقي إبداع ولا أفكار إبداعية ولا أي حاجة زي كده. Oh my god، كومة الهدايا دو، كمية الهدايا اللي فيها. خلي الأخت دي تطلب منه مباشرة بما إنك جاي. Free gifts and free money. روز فقدت الأمل في الحياة وجاية تلعب. هي تلعب بالدول هاوس، قررت انه تسيبهم كلهم وتيجي. او البتاعة دي خربانة. اميرة جت اب، محتاجين تيجي تصلح الدنيا. او ماي جاد، نو نو نو، ما تفتحيش هدايا دلوقتي. Go use the toilet، سريعا سريعا قبل ما تعملي عن نفسك وتبقى مشكلة. في ناس عندنا هنا، في ضيوف. لازم تبي حد محترم. Give gifts، نقا عاوزين ناخد gifts. Ask for present، please give me something good، اديني حاجة كويسة. زاك اشملها زاك سعد. او ماي جاد، الحيوانات في الجيم دي، الحصنة والكلاب والقطط وكل حاجة just too much، مرة مرة متعبين. أو روز جات فرحانة بعد ما لعبت بألعبها شويتين، صارت دلوقتي مبسوطة. أوه ستوري و 3 كاندلز، كاندلز برضو. أوه wait a minute، so الأخت ديت الجيم بتدينا هنتس وتلميحات إنه فلاور بتحب الشموع، ما بنخليها تبدأ تصنع شموع وحاجات. أوه ماي جاد، I love this idea، هجيب لها بتاعة صناعة الشموع. كل ما حد يديها هدية يديها شموع، ما بي هي بتقول لهم Oh my god بحب الشموع so much. Oh my god، بتعمل ايه الاخت دي؟ No wonder انها بتمرض كل شويتين. Lecture about eating trash، قاعدة بتاكل الزبالة، of course هتمرضي ويطلع لك لمبات حمرة في ايدك ورجلك، of course. Oh my god، اخدت دول هاوس. اوه بقى عندها اتنين. I see Rose، I see. حط لها التاني فين؟ Of course هيتلعب بالاتنين. You think انها تشيل واحد وتطلع واحد بس؟ نقا نقا، هتحطهم هما الاثنين وتلعب بيهم هما الاثنين. اوف كورس ما بتحط واحد برا الغرفه عشان لو عاوزه تلعب برا اور سمثينج. او يا خصوصا الجو دلوقتي هيبقى حلو، ما بي على العشب قدام البحيره. يا ذاتس كيوت. ودي الشموع اللي اخذتها فلاور، غرفتها تبقى كلها شموع صراحه. يا البتاعه دي محتاجه تتصلح. اميره تعالي انقذينا، ريبير. طب انا بعمل ريبير ليه لما ممكن اعمل ريبليس؟ ياو ريبليس، ريحي نفسك خالص. Let's do empty trash. Maybe محتاجة ايام، maybe محتاجة تتفضى. نيجي نشوف قصة زاج الحزينة اشملها. اوه دايما بيقلدنا. لان اميرة جاية دلوقتي تكلم زاج، قال اوه انا كمان هروح اكلم حصاني. So stupid. هو عاوزة تطلع برا البيت، نروح ندربها شويتين. طلعة بلبس النوم. اوكي اوكي، good ان عندنا MC Command Center نحل بيه المشاكل الغبية دي كلها. يا كنت بقول لكم قبل ما الحياة تقطع علي كلامي انه تقريبا كده كل ما نحكي معه وكل ما نديله اهتمام كل ما فرصة انه يبقى عنده سكيلز افضل لما يكبر. اوه روز جياله. اوه سو كيوت. اوكي خلينا نعمل هاج. ممكن اكشلي تدربه على التمبرمنت. سو في الفريندلي انتراكشن في تمبرمنت، بيزيد التمبرمنت سكيل بتاعته. خلينا نعمل كم انت. او قررت تسيبه وتمشي. اوه ماي جاد اي كانت. فلاور از جوينج ثرو ا فيز مين ستريك. اوكي سو وضعها دلوقتي ومزاجها دلوقتي ان هي مين، سو هتبقى سخيفه مع الكل. او ماي جاد ليلي رجعت نظيفه اخيرا وبقت كيوت ونايمه على الكنبه، شي سو كيوت. او ماي جاد اميره بقت ليفل 8 هورس رايدنج، وصلت لليفل 8 في الهورس رايدنج سكيل which is perfect. شير هورس رايدنج tips with other sims to help improve their horse riding skill. اوكي بيسكلي تساعد السيمز التانيين يعلوا السكيل بتاعتهم وتديهم tips وحاجات زي كده. بقت 6 في التمبرمنت which is amazing، 5 في الاجيليتي، 4 في الجامبينج والاندورنس. اوه
ماي جاد التمبرمنت عنده 5 ذاتس بيرفكت. هي بتعمل الهوم ورك في غرفة اختها. Also this baby عاوزة تلعب so maybe سيبك من الهوم ورك دلوقتي. Feel the love. Yes please. Kiss. Play with cat wand. و play with laser pointer. ونعمل كل البلايز والحاجات. بولت قاعد هنا بيعمل ايه؟ بياكل الشجر ولا بيعمل ايه ده؟ قطة دي ما بتتحولش للأخضر أبدا. بعمل معاها كل حاجة وأي حاجة عشان تبقى happy أو أي حاجة. Nope. دايما دايما مش happy. إيش مالك دلوقتي؟ Uncomfortable. Hung. أوه عاوزة تاكل. أوكي أوكي أوكي. خليني أوصلك للأكل. بس عملنا تدريب النهاردة مرة مرة كويس. أوكي. أعتقد كده الفيديو النهاردة فيه أحداث كفاية. أقدر أتوقف في النقطة دي عشان ما يطولش التسجيل too much. نكمل المرة الجاية إن شاء الله ونكمل حياتهم وأحداثهم ودنيتهم. But hopefully تكونوا استمتعتوا بفيديو النهاردة. Hopefully يكون عجبكم. سوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that. وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.